يا مرحبا يا مرحبا، المره الجايه تجين عندي تستر يعني. ايه اسمعي، تابعي قناه ابو يا بنت الذين. ايش قاعد تبين؟ ها ايش قاعد تبين؟ خليت الاحترام، غير الصفحه للعن شكلك الحين، غير الصفحه. اي مستاسه قاعد تقول شو اللعن ابو وجهك؟ تبي تصير يوتيوبر ناجح؟ انا ادري قاعد تشوف المقطع الان وتقول ايه هذه اي بدايه يوتيوبر والكلام الفاضي اللي قاعد يقول. لا اليوم راح اخليك تصير يوتيوبر ناجح، ولا تدري شلون؟ راح اوريكم المعاناه اللي يمر فيها اي يوتيوبر او اي شخص ناجح لاجل ان يصل للنجاح. انا مو مثل اي واحد قاعد يكذب عليكم علشان يجيب مشاهدات بالمقطع، انا قاعد اقول الحقيقه. والحقيقه تقول ان اليوم راح نلعب لعبه محاكي قهوه الانترنت. اسمع لا تطلع برا المقطع دقيقه. ترى دي ترى والله ما اكذب يعني، بس مو والله ما اكذب يعني، بس يعني الفكرة ان راح نشوف بهاللعبة الصعوبات الواحد يمر فيها من اجل ان يصل للهدف اللي يبي يوصل له. بسم الله، هذا بيتي يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، مجلس غانم. ان شاء الله، والله شكتي قوية والله. هذه الغرفة، شوفوا يا جماعة علوم المرجلة، عندي دوالية اشكبرة وغرفتي طالعة، شوفوا غرفة اشكبرة، شوفوا عشان يهمني اني استضيف يا اخي ورب. شيشة؟ لا بعد بعد دخان مو زين، خلاص. لا بالله بعد الشيشة هذه مجلس ما هو بطيب. دقيقة خلنا نشوف الثلاجة، شنو فيها داخل الثلاجة؟ وال يا فضيحتي فضيحتها، ما ينفع كذا افتح الضيوف موجودين افتح الثلاجة يشوفونها فاضية كذا. يلا خلنا نطلع خلنا نجمع فلوس وعبي الثلاجة. بروح لمحلي بستكشف اللعبة أكثر، فبروح أتوقع عندي محل تحت. بسم الله. أعوذ بالله. إيش البداية هذه؟ إيش البداية؟ صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. هذول شنو هذا؟ إيه شو قاعد تسوي بهالصباح هذا؟ إيه أختي العزيزة انتبهي من وراك، ترى في واحد يعني وضعه غريب. دقيقة، اللعبة عربية؟ ألعب يا جماعة والله. لا الأردن هنا، أردن؟ أنا بأردن الحين؟ يسعديكم يا زلمة. تعال أنت، إيه يا زلمة يا زلمة، أنت أردني يا زلمة؟ من وين من أردن؟ ولا هاي البسة أردنية؟ إيه أنت خالي منقة، أنت مستحيل أردني. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله رياضيين ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. هذا مطعم؟ ايش المطعم هذا انت تدخلين يا بنت الذين؟ وين النظافة؟ قاعد يعني تدخن نص الاكل. ما شاء الله، استغفر الله توب اليك. دقيقة الحين وين محلي انا؟ ايوه هذا محلي، انترنت كوفي. بسم الله. ابو سمرة اقطع وجه الشباب. اي قاعد ما لقيت له المكان عشان يسبخ فيه، انا اوريك راس. هذا محل قهوة الانترنت حقي، هذا المكان واحد ينتحر فيه. ايش قهوة الانترنت؟ كابتن هذا حمام، هذا استغفر، هذه مزبلة المنطقة حبيبي. يعني الحين عشان في كمبيوتر صار قهوة انترنت؟ قفل 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 قفل، لا حد يشوف، قفل قفل لا حد يشوف محلي، بعدين اخر شيء ما حد يجي. خلنا نشوف الكمبيوتر هذا. بسم الله. لازم افتح الكهرباء، اوكي قوم. طيب 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 بقوم افتح الكهرباء خلاص. هذه الكهرباء؟ طب هذه اشتغلت الحين؟ لا هذا بسم الله تكهربنا بسم الله الرحمن الرحيم، تكهربنا. لا اله الا الله، اتوقع الحين شغال. خلصت يا ابوي الحين شغال انت صح؟ بينفجر علي الكمبيوتر هذا. ايش الصوت هذا؟ ايييي صوت الكمبيوتر. محلي مسكر ممتاز، ما ابي افتح. عندي 2000 دولار ممتاز، هاي 2000 راح تصير قريبا مليونين. بسم الله يا جماعه خلونا نبدا ننظف. بسم الله ناخذ هذه اتوقع ننظف. نعم هذه هي البدايه اللي كان مقصدي فيها بدايه المقطع، تعب. عزيزي المشاهد هنا نتعلم التعب والاصرار، حلمك ما راح توصل له بسهوله، هدفك ما راح توصل له بسهوله يا عزيزي المشاهد. الهدف يمينه شنو؟ اجل تحقيق الحلم. ولا هاي سيجارة؟ ابن أم شو السيجارة اللي كبر وجهي؟ من أجل وصول لهدفك وحلمك عليك أن تعمل، من أجل أن تعمل عليك بالاستمرار، ومن أجل الاستمرار عليك بالانضباط. الله! الله! والقصة النجاح بدأت بتنظيف الأرض مثل ما قاعد تشوفون، وهذا المحل راح يكون أقوى كوفي بالعالم يا حبيبي. هذا تعب البداية، هالقصة راح اتذكرها لما محلي يكون قوي. اغمى علي من كثرة التعب، حتى من مساحة لحين بعيد. اغمى علي الربع، شو السالفة؟ ها؟ أنت منو؟ هذي منو هذا؟ أنت ايش دامج في بيتي؟ السلام عليكم. ماي وايف، هاي زوجتي. شو اللبس هذا يحتشمي؟ فضحتينا، فضحتينا عند الأعراب بمجلس ما في نفس ما هي سوية، فضحتينا. الله يقلعك يا طلرجة. فرونت أبجريد ميك تشايلد. ميك تشايلد شنو؟ سد جوب. قلع الشغل الحين، لا على شكلك يلا قلع الشغل، ما تسمعين؟ قلع الشغل. She doesn't want to work because she is شنو؟ She is in a bad mood. Bad mood؟ هنا نتعلم التعب والإصرار، حلمك ما راح توصل له بسهولة، هدفك ما راح توصل له بسهولة يا عزيزي المشاهد. شنو bad mood؟ ما bad mood، لما تكونين bad mood تروحين الشغل، ولما تكونين good mood تروحين للشغل. هذا اللي أتكلم عنه، عشان توصلي للنجاح لازم تنضبط الانضباط، تلحقين أهدافك، عشان توصلين لأحلامك وأهدافك لازم تلحقين أهدافك وأحلامك. حتى قومي اضربك
قومي قومي قومي. اوكي ما تبي تروح للشغل خلنا نروح ميك. لا بعد بعد موت حتى انت لازم ارجع القهوة. شغلي شغلي مصلحتي واخروا عني. يا عيب الشوب. يلا يا كريم قفل 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 لحد يفضحنا. يلا بسم الله نرجع ننظف. بسم الله وراي كل قصة نجاح معاناة يا حبيبي. يولد من حضن المعاناة النجاح. الله الله. طيب المعاناة هاي مو لازم تشوفونها. ممجد سرع سرع سرع. اوكي خلصت التنظيف. حط الطاولة هنا. طيب ايوه حطها. ايوه هلو كرسي. هذا الكرسي اللي راح يلعبون فيه. شغل الكهرباء. قاعد على الكمبيوتر. اتوقع في اغراض يمديني اشتريها. طيب طيب بسم الله خلينا نشوف المواقع. شلون اطلب اغراض يا رجل؟ شلون اجيب الاغراض؟ انا في اغراض. مزور مزور. هذه مزور هذه ولا شيء. ايوه ايوه ممتاز حلو. اوكي 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 خلينا نجيب هذه 325 كم عندي انا. جيب جيب يا حبيبي. حطه بالستور. نجيب اغراض الكمبيوتر الماوس الكيبورد الاشياء هذه. ونجيب ازبل الكيبورد. جيب شاشه جيب شاشه. اي جيب اسوء شاشه. روح الماوس 65 دولار 120. ليه 120 ليه 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 يا محلال 65 ابيض. بعد الابيض احسن من الاسود. ماوس باد. لا 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 ماوس باد ما له داعي. دلع دلع ماوس باد. حاليا احنا في بناء المشروع ما يحتاج نضيع فلوسنا باشياء دلع. ايوه اهم شيء طاوله. لا لا عندي طاوله. انا طاوله عندي جاهزه ما يحتاج اشتري طاوله. شوف طاوله ب 400 في ار. ايش الدلع هذا؟ ايش توخر وخر وخر. وين الكمبيوتر يا رجل؟ ابي الكمبيوتر. الليتات الليت مهم يا جماعه. شوف 180 الليت مو مهم. اوكي عندنا كمبيوتر 145 دولار وعندنا 290. ليش 290؟ شو الفرق بين هذا وهذا؟ اثنين ابيض. بالعكس هذا احلى عليه اشياء اسود كذا حركات. هذا اللو. استغفر الله واتوب اليه. كم مره يغمى علي انا؟ لا حول ولا قوة. السلام عليكم. هلا والله حبي. كيف الحال حبيبتي؟ طيبه. كيف امورك؟ شلونش تروحين على الشغل؟ وين؟ هيا اختفت ما شاء الله. اليوم جود مود والله. هذه ما سلمت علي حتى. هذه هاي كذا فجاه كانك قلت لي عزيزي المشاهد روح جيب لي ماي. تفضل عزيزي المشاهد روح نكمل الشروه. جيمنج بوكس اولد كيبورد اولد مونتاج او ممتاز. كله كم يكلف لي؟ 793 دولار. بسم الله استثمار. اللهم يا رب وفقنا. بسم الله ميزة. شو احنا رجعنا لايام الجاهليه ولا هذا رجعنا اوكي اوكي الاغراض تجي بج تترك قاعد تخوفني اقسم بالله ماني مرتاح. توكل على الله. احسك حرامي جاي تسرق انت ومشيتك الغريب. الو حط هنا. ايوه علي الشاشه والكمبيوتر. ضرب اللي ضرب. شلون الصندوق الصغير هذا كان فيه كل هذا؟ طيب بسم الله خلنا نفتتح المحل الان. بسم الله الرحمن الرحيم. وافتتحنا المحل والحمد لله وعلى بركه الله باذن الله. توفيق وما التوفيق الا بيد الله. باذن الله الواحد الاحد. الله يرزقنا من واسع فضله. يلا يا جماعه تعالوا. ايوه تعال تعال. حياك الله حياك الله حياك. تفضل طال عمرك. جرب جرب المحل. تدري شلون؟ لانك اول زبون نص. هلا والله. السلام عليكم اول زبون. مانقا الله مانقا. ايش في كذا صاير لكاسا دي بابل؟ مانقا حياك الله مانقا. 30 دول ولا بعد مانقا الثاني. الدم يا جماعه الدم الدم والعرق. نعم الحمد لله اول ناس يدعموني مانقا. شو الزباله هذه؟ دقيقه دقيقه. اسف 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 يا جماعه اسف. حافظوا على دقيقه. بسم الله. وين رايح وين رايح؟ اوكي اعطاني الفلوس هو صح؟ أنا لازم انتبه نقز. لا يقطع غبائي محلي. شو طحت يا عم؟ اوكي رجع دخل المحل. الفلوس طيب الفلوس. هاي الو فلوسي ما حسبوني. من الذين ما حسبوني؟ آه تفضل 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 تفضل. ما نقع جاي تستعرض عضلاتك عندي ولا شنو؟ تعال ادخل المحل او انقلع عن وجهي. والله والله اي والله قلت والله يا ليتني حسنت الظن فيك. يا مرحبا حسبتك جاي تستعرض عضلاتك عندي. حياك ما نقع حياك. استمتع استمتع. شغل لك الكمبيوتر. برستو اشغل لك. لا 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 اسف اسف. خالي خالي ارجع ما نقع. ارجع ما نقع ارجع. لا 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 بالغلط. با با اوكي اوكي ما انقلع. لا ما عليك با ما عليك. هو كان اقسم بالله لا تعجب ما تهتم لاي شيء. شكرا لك. يلا يا هلا دونالد ترامب. يا هلا يا هلا دونالد ترامب جاء لمحلي يا جماعه على صف الملياردير. كيف الحال؟ كيف الامور؟ يا مرحبا دونالد ترامب حياك الله حياك الله. انت زبوننا المهم. اسمع انا شايل العصا هذا عشان اي واحد يزعج يزعجني بالغلط اضربه فيه. ليش ما قاعد يستخدمون الكمبيوتر؟ ايوه ريكوست. اي تعال العب العب. لازم اسوي لازم لازم اسوي اكسبت. لازم الحين الحين اتوقع يقدر يستخدم الكمبيوتر صح؟ يا مرحبا دونالد ترامب. استمتع استمتع. يا الله بسم الله عندي دونالد ترامب. لازم احافظ على النظافه انا. استمتع دونالد ترامب كل امور تمام. شكلك ما انت مستمتع. لازم اسوي لك اكسبت شيء ثاني. في شيء في شيء تبيني اسوي لك اكسبت عليه؟ انا الحين انا والله دونالد ترامب. انت بتعطيني 38؟ تعال يا معفن تعال.
شو ال 38 دولار يا معفن؟ انت عبالي بتعطيني مليون؟ ارجع رجع فلوسي الله يك رجع رجع فلوسي رجع فلوسي يا معفن. يقطع شكلك هالمج ملياردري هذا يضرب راسه بج... شو يا أبلع. والله زباين زباين كثار يا جماعه والله والله تعب تعب شغل كثير. رايح وين رايح؟ تعال تعال عطني فلوسي. وين رايح طال عمرك؟ هاي هاي دقيقه رجع. وين راح وين حبيبي انت؟ مو على كيفك تجي، مو على كيفك تجي. اطلع يا معفن. رجع الثعلب. والله اعطاني 12 دولار سرق فلوسي شفته؟ معنا عايشين بغابة حبيبي، ترجع لي فلوسي. الله يا كريم ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله، الله موفقنا يا الله ما شاء الله. زباين زباين ما شاء الله يا الله. حياك 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 يا الله. والله ربي موفقني يا جماعه، هذا الرزق الحياه حلال اللي تعب جبينه، اللي تعب تعب جبينه ما يروح للحرام، اعوذ بالله من الحرام. هذه عشان الريحه. تعال 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 خلي ريحتك حلوه. تعال ايوه من فوق تحت كل شيء. روح روح تصفح وين ما تبي حبيبي. كم شنو دولار يا معفن؟ شنو دولار يا معفن؟ لا شوف رقعت وجهك مرة ثانية عندي. ما شاء الله محلي شغال، محلي شغال يا جماعة، وأنا مو موجود، وأنا مو موجود. هذا وين رايح؟ هاي شو صار؟ إرهابي؟ يعني شكلك من بين كل الدنيا ما جيت إلا عندي أنا، العبد الفقير اللي فاتح المحل الصغير هذا اللي كأنه سرداب حمام معفن، جيت فجأة قفتك عندي. قاعد اتكلم عن المعاناة يا عزيزي مشاهدنا، هنا قاعد اتكلم عن مسيرة النجاح. دقيقة اصبر اركب الغرام، طاولة طاولة اهم شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله اصبحنا واصبح الملك لله. زوجتي وينها؟ زوجتي 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 وين زوجتي؟ بنت الذين شو تاكل هاي الثلاجة؟ كلت كل الثلاجة يلعن شكلي. حط لها اكل، خلنا نحط لها اكل، لا حول ولا قوة، بحط لها برجر واحد. تعرف شلون تاكل عدل، مو ارجع الاقيها صارت برميل. دقيقة دقيقة دقيقة، نسكر نسكر، نرتب المحل نرتب المحل بعد الانفجار اللي صار. اوكي والان نفتتح المحل، حياكم بياكم. تدرون شلون؟ خلنا نجيب جهاز ثاني عشان الزباين يزدادون. نطلب من الامازون. ايوه خلنا نطلب. شو الصوت هذا؟ شو صوتك؟ شو صوتك؟ وال وال يا الله يا كريم، وخر وخر وال وال كمبيوتري. لا اله الا الله تعبي ايش قاعد. وخر يا مجنون يا مجنون وخر. يا يا اوكي دقيقه، قلت لكم الكمبيوتر هذا مو بس لونه عاجبني، قلت لكم فيه مواصفات قوية، يحترق ويكمل يشتغل عادي ما شاء الله. ايش قاعد تسوي ها؟ كيف الامور؟ ايش قاعد تتابع؟ ايوه ايوه اضغط على المقطع هذاك، اسمع كلامي واضغط على المقطع هذا. هذه قناة ابو فلة، افضل قناة في الشرق الاوسط ما شاء الله. هو مو هو اللي يقول الكلام هذا، ترى الناس هم اللي يقولون. مستانس انت قاعد تتابع ابو فلة. ايش قصدك بالحركة هذه؟ لا حبيبي تعال تعال، ما ابي فلوسك انا، ما ابي فلوسك. اي اول شيء اخذ فلوسك. ايوه ثاني شيء تعال 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 يا معفن. وين نحشات؟ تعال تعال يا معفن. وصل وصل، حطه جنبه حطه جنبه يا حبيبي حطه جنبه. ارهابي ارهابي وخر. وسع يا عزيزي المشاهد. تعال يلا 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 دخلنا النظر. ايه استمتع استمتع. شو استمتع؟ ايش قاعد تتابع؟ يا معفن شو هذا اللي فوق راسه؟ يا معفن انت والحنفية اللي فوق راسك شو قاعد تتابع؟ اطلع برا محلي، محلي مو للحرام يا معفن، محلي كم كم 15 دولار. اوكي ما في مشكله، شكلكم كابلز شكلكم كابلز. استمتع استمتع تطال عمرك. الله يعطيكم العافيه. بس 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 خلنا نقفل المحل، خلاص خلاص خلنا نقفل المحل. يا الله ماني قادر ماني قادر الحمد لله. والله شكله راح يغمى. الشرطه السلام عليكم. طال عمرك كل شيء تمام صح؟ قاعد انظف قاعد انظف عليك، لا تعطيني ولا تعطي بالله عليك. قاعد انظف ايوه كل شيء تمام. تبي حياك الله عمي، تبي تشتغل تبي بالمجان؟ ترى احنا نحب ندعم الحكومه يعني. بالعافيه يا شباب، بديت من لا شيء عزيز علي المشاهد. وشوفوا الان ما شاء الله نحمده ونشكره. خلني اروح انام الحين، اروح لزوجتي انام اريح. هلا والله. يا هلا زوجتي، يا هلا حبيبة قلبي، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. تدرين اخلو تدري كيف الشغل ماشي، اخلو تدري كيف الشغل ماشي. 4 ايام ما شفتك الحمد لله، الشغل ماشي تمام. كيف حالك انت؟ اهم شيء تمام. اوف توتال ماني والله جابت 125 دولار. الله يعطيك العافيه، والله شكلك اشتغلتي. طيب ايش رايك الحين يا زوجتي حبيبه قلبي، دام رجعنا من الشغل ومرتاحين يعني انه ميك تشايلد. باد مود صباح، باد مود شغل، باد مود كل شيء. خلاص بنام انا بريح. والله والله صباح الخير. اكيد الثلاجه فاضيه، اكيد اكيد ما شاء الله. شلونك على هالصباح؟ كيف الشغل؟ يلا روح على الشغل. انت باد مود يا باد. انا باشا. انا يا جماعه عندي كميه فلوس اقدر اشتري فيها اكثر من جهاز. ايوه يا حبيبي
وهكذا يا جماعة خلنا نفتح المحل. ايش في؟ خلنا نفتح المحل اوبن. تعالوا يا زباين تعالوا لأقوى محل. حياكي حياكي أول زبونة وأول 30 يا مرحبا. Only you. ما شاء الله يا جماعة ما شاء الله، هنا نتكلم بهذا المنظر. بدينا بدون لا شيء، المكان كان عبارة عن حمام، مكان استغفر الله. لا شوفوا يا جماعة الزباين ورجعنا البيت. يا هلا زوجتي. بعرف انت متى مودش يكون تمام. ماني عارف متى علميني شنو اسوي عشان مودش يكون تمام. راح اضحي علشانك. انا ضحيت بحياتي كلها يوم تزوجتك، الحين ما اضحي علشانك علميني. لا 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 اعطيها فلوس والله بدري. 5% ابجريد ميوج. اوه بنت الذين، تبيني ادفع فلوس عشان؟ والله ابشري روحي. هيرت البيت كلها لعيونك. شوفي ستايل البيت الان، شوفي رجلك شنو سوى. شوفي ها تعبت وشكيت علشان اخليك مبسوطه. شوفي السقف شلون، شوفي الزخرف، وشوفي الحركات، شوفي المجلس والجلسه شلون صارت. السرير شلون، السرير صار ما في رجل من تحت السرير قاعد يطير فوق. كل هذا علشانك يا حبيبتي، كل هذا علشانك. فقولي لي الان كان وي ميك تشايلد. الأب وجهها. إيه هذا اللي انت فالحه فيه، بس تفضيل الثلاجة.